السلام عليكم، معكم أدوار رشيد لبداية وتنوع. عودنا لكم فيديو جديد تجور مع سيارة أفيو شيفرولي أنسانك. المهم كما راكم تشاهدوا لهنا الزيت راهو سايل من هذا الأمك، ممكن انتوما ثاني لهنايا هنا واش السبب تاعو؟ هذا هو جوان كاج كيبيتر او الجوان او الجلده هذيك تاع راس المحرك، الكوفر هذاك تاع راس المحرك كما راكم تشاهدوا. هذا هي جا هكذا، شريها من عند اللي يبيعوا القطع تاع الغيار تاع السياره. تقدر كما قلت لكم تقدروا تبدلوها رواحكم بدون اخذها للميكانيكي. تبع الفيديو وشوف كيفاش راني ندير وتقدر تدبر راسك براسك. انسان ثاني لازم يسلك راسه، ما يبقاش رايح للالكتريسيا ورايح للميكانيسيا، كاين شي امور لازم تديهم للمختص او الفني سواء في الكهرباء او في الميكانيك، وكاين امور كاين اللي تبدلهم روحك. من بينهم هذا القطع اللي باينه واللي ما فيهاش صعوبه. المهم تبعوا معايا كيفاش. المهم لهنايا هذا لي بولون درتهم ديغريبو باش شويه يترخفوا، ومن بعدها نفتح 10 نفتح 10 سواء هذا 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 الكليكي هذاك اللي ساعدكم نتوما حلو به. كاين زوج أربعة ستة ثمانية، راه كنا نلصق الكاميرا. أول حاجة الكماشة باش نحو هذا تيو. بسم الله بسم الله على بركة الله. من بعد الخوف هكذا، هذا وراكم تشوفوا فيهم السلك هذا اللي يحمل الخيوط تاع، ما تنساوهمش، اللي يحمل الخيوط تاع لي بوشي. المهم في الاخير نديروا واحد منا وواحد منا. راني رخيتهم انا شويه مهم نرخيهم وننزعهم ونعاود نرجع لكم باش ما نطولوش في الفيديو. انا نحيو في اخر بولون، من بعد نحيل هذا هذا بعده باش خلينا نخلو عرس، بعد ذلك نقوم بالرفع هذا الغطاء. تذكروا دائما ما تقلبوش، هذه تجي في اليمين تقلبوهاش هكذا، تجي هكذا. ها الجوان نتاعنا القديم راك نحيوه وننظفو نعاودو نرجعو ليكم. كاين حاجة باه تفاديا وقوع أي شيء داخل على هذا المكان، لازمنا نغطيوه. نغطيو كاش غطاء هكذا، وحنايا رانا نقيو في الكاش تاعنا ونركبو هكذا. من بعد كما راكم تشاهدوا هذا هو الكاش لهنا، باش تعرفوا كيفاش طريقة النزع والتركيب لهنا. باش نقرب لكم مليح راكم تشوفوا لهنايا في هذه السنة، هذه هي اللي يركب منها. ها باش نقلبوا من هذه الجهه، تركب هنا نحيها بصبعك هكذا، تتنح هكذا
استنى تركب هنا هذا المكان بعد هكذا لهنا شوفوا باش تلاحظوا الفرق بين الجديد والقديم. عفوا لهنا كي تزير عليه تعبز عليه يابس نقدرش يابس لهنا. نتوما تكتشفوهم بعديها كون تنحيو الجوان تاعكم تسيبوه يابس على العكس من الجديد. الجديد شوف تسيبو طري تسيبو طري على باش يغلق المنافذ هذاك باش ما يعبرش الزيت. المهم هذا هكذا نحيوه المكان تاعو بعديها ننظفوه نظفوه بالديغريبو وتنظفوه بالبنزين. المهم اي ماده تنقي بها هذو الاماكن تنقيه مليح مليح. ايوا هذا ترميه ومن بعدها نقيه ونعاود نرجع لكم. المهم يعني رجعت لكم هاكم تشوفوا لهنايا نظفتها بيان. المهم الزيت هذاك لازم تنحيوه كاع من هذاك المكان اللي يركب فيه الجوان. وهذو هذو القطع الحديديه هذا تنحوهم تنحيهم. قلت لكم هذو القطع الحديديه يركب فيهم لي بولون تعبز عليهم من هنا يخرجوا وتنقيهم مليح كما راكم تشاهدوا تعاود تركبوه. طريقه سهله مش لي زاير عليهم بيدك برك. من بعد نجيبو كما قلت لكم الخطره الاولى تقب هكذا ودير هذا السنه هذه تركزوا فيها مليح باش نركبوا فيها الجوان تاعنا. نروحوا نحوسوا على السنه تاعنا ها الجوان الجديد ومن بعد ركبوها هنا. هذا هو الروبير ركبوه هكذا حاجه سهله ماشي ليا صعيبه سني يتعلم ما يبقاش الواحد غير يتبع يكون تابع. انت لازم تكون قائد. هكذا انا ركبتها في المكان تاعها حاجه سهله. ومن بعد نعبز عليها مليح باش يركب يركب في مكانه جيدا. هكذا تركبه مليح مليح. وهذه كما راني قلت لكم السن هذه القطعه رانا كملناها راكم نجوزو الحاجه الثانيه نحطها هنا من بعد نفتحو راس المحرك نشوفو لهنا. بعض الاخوه يحطوا اللصقه او الغراء السيارات بالك كاين مشارقه يشاهدوا في الفيديو هذاك الغراء ماذا بكم ما تحطوهش تفاديو خطرش علاه مع مرور الوقت يخلق لك الفويت يكون كاين الفيد بين الجوان وتلك اللصق. لذلك واش ديروا تنظفوا المكان تاعكم. المهم خاوتي ما تنقوش بالبابي فير ما تنقوش به وما ديروش اللصق على راس المحرك. واش ديروا تنقيو قطعه ورق او قطعه قماش تنقيو هذا المكان بحيث هذا القطع ما يطيحوش ما يسقطوش للداخل. كمية الأوسخ نقيو مليح باش الجوان تاعكم كي ديروه ما يكونش فوق الأوسخ هذيك يكون طايح سوا
هكذا. شتو الفرق؟ قبل وضربك فرق كبير. طريقة سهلة. ايه في غرفكم مهم طيحوش كاش قطعة قماش او قطعة ورق انتخي هنا نظفنا الرأس تاع المحرك. واش نديرو دروك؟ عملية التركيب. عملية التركيب جدو سهلة. هنا كيما رانا درنا استنى نقلبو هكذا وركبوه مليح الجوا كيما سبق وقلت لكم عليه ما يطيحش باش كي تقلبوا ما يطيح لكمش. انتزعش من المكان تاعو سورتو في الاماكن هذا فهمتوني. هاكم تشوفوا لهنايا يكون عالي يكون عالي معناها ما ديروش اللصق هذا يكفي الجوا هذا يكفي. من بعد نركبوه في المكان تاعو برويه بسم الله. انا ركبناه شفتوا عمليه جدو سهله. تركب البولون في بلاستو. السلام عليكم. هذا ما يش حاجه يسعد. واسمنا ركبوا اول كما قلت لكم بغيتينا ما نساوش هذا حامل تاع الله اسلك هذا ثاني هنا نزيرهم شوية بك طريقة. أنا قاربنا من النهاية صح ما تروحوش بعيد لأنه عملية إحكام ربط هذا البراغي كان طريقة باش تتفادى تسريب تاع الزيت وتنجح لك العمليه. لهنا واش نديرو؟ لهنايا طريقه الربط ما نربطوش هكذا وهكذا 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 لا واش نربطو؟ اذا ربطنا هذا كان هناك طريقتين نوريها لكم. قلت لكم هذه طريقه تربط هكذا وهكذا لا يا اما الطريقه الاولى صحيح تربط هنا بعديها هنا كروازي وهنا هنا 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 وكان طريقه ثانيه تربط هنا وبعديها 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 هنا طريقتين صحيحتين شوفوا انتم اللي تناسبكم. المهم انا عندي طريقه نربط هكذا نربط هنا 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 هذه هي الطريقة اللي تناسبني. المهم بسم الله نبدأ هنا بحيث الجوان تاعنا ما يصغيرش في جهه ويكون مرخو في جهه يخلق لك واحد الفيد والفيد هذاك يسمح بمرور الزيت فهمتوني. لازم بشويه زير حتى تفاري لا 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 البولون تاعك لازم قدره متوسطه ها
بيد واحدة. ما تفورسيش بزاف. من الأفضل يكون المحرك تاعك بارد باش ما يطرطكلكش الألمنيوم. عندنا هنا من بعد نعاود نشوف بشوية حتى نتأكد بلي أني زيرته. ان شاء الله الفيديو هذا يكون عجبكم. طريقة تربط وتركيب جوان كيبيتر او جوان رأس المحرك. اخر شيء واش نديرو، اخر شيء هذا المكان مفتوح باش المرة المقبلة كي نشوفو كي نسيرو بالسيارة نتاعنا نشوفو إذا جوان نتاعنا راهو يضيع في الزيت أو موش يضيع. فهمتوني؟ ومن بعدها نركب التيو نتاعنا. دروك أنا ننظفو ونركب التيو. نركبوه في المكان نتاعو. بعد مسحنا نظفنا الرأس، غطاء تاع الرأس، بالإضافة إلى نقينا الزيوت اللي كانت هنا. هنا كما راكم تشوفوا المكان اللي هنا يراه نظيف، نظفته باش مع مرور الوقت نتأكدوا باللي ما كانش تسريبات أو هناك تسريبات ولم تنجح العملية. بإذن الله العملية هذه تنجح، وانتم جربوها عندكم كي تشاهدوا باللي الزيوت تخرج لكم من هذه الاماكن. خاوتي وصلنا الى نهايه الفيديو. هذا الطريقه تاع التركيب جد وسهله، نظن تابعوا الخطوات وركبوها لنفسكم بدون ان تاخذوها للميكانيكي. نتلاقاو في فيديوهات اخرى. ما تنسوش تشاركوا وتبارطاجيو وتنقروا على اللايك وتخلونا تعليقات، خاصة التعليقات الإيجابية نتاعكم. نشكركم كثير كثير ونتلاقاو في لاحقا في فيديو مفيد آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.